A member of our royal court is dead. أوه العالم، العالم تم قتله يا جماعة. ليش؟ Awful news, my lord. Okay. Our knight was executed. الجاسوس هيرمان أيضا تم قتله. يا إلهي. سيدي لقد اعترضنا كمية كبيرة من الذهب مخبأة في شحنة من التفاح بلا شك. كانت رشوة مقصودة لأحد فرساننا. وكل الأدلة تشير إلى جاسوس اسكتلندي. عاملين حفلة هنا على الفاطميين يا جماعة. هيلا 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 هيلا. وي وي وي، هذه كلهم مرتزقة يا جماعة، كلهم مرتزقة. شوف 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 شوف. السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في الحلقة 22 من لعبة فرسان الشرف. نستكمل فيها هجماتنا على الفاطميين والسيطرة على ما تبقى من أراضيهم. لذلك يا شباب ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، ومشاهدة ممتعة للجميع. وهنا يا جماعة عندنا ما تبقى من الأراضي الفاطمية. هذا ما تبقى من الأراضي الفاطمية، طبعا مع أرض صغيرة هنا منفصلة، يعني محصورة بين ماكوريا وبين أراضي اليمن. يعني أصبح الأمر محسوم بالنسبة للفاطميين، لم يعد لديهم أي قوة، لم يعد لديهم أي فرصة يعني في الفوز في المعركة أو محاولة أنهم يدافعوا يعني بأي شكل من الأشكال. الشيء الثاني يا جماعة، هنا فيه أرض سيطروا عليها الجيوش المستأجرة أو المرتزقة اللي حاربوا تحت راية فلسطين، سيطروا على هذه المقاطعة يا جماعة. أنا ما انتبهت لهاش الصراحة أو ما ركزتش عليها، اللي هي القيروان. سيطروا يا جماعة على القيروان، القيروان أصبحت تحت سلطتنا. تمام. اللي لاحظت يا شباب أن أغلب الدول اللي في أوروبا، يعني اللي تابعة لفلسطين واللي أيضا غير تابعة لفلسطين لكن بيناتهم علاقات تجارية وصداقة، مبسوطين يا جماعة، مبسوطين منا. مش عارف الانبساط هذا ليش، هل بسبب العلاقات التجارية أم بسبب أن نحاربوا في اللي هم الفاطميين. لكن في الجهة الثانية وعكس هذه الدول، مستعين من مملكة فلسطين اللي هي كييف وحلفائها. من هم حلفائها أو الممالك التابعة لها يا جماعة؟ هذه هم الممالك، شوفوا أربع ممالك تابعة لكييف، هم أيضا مستعين من مملكة فلسطين. عندك وعندكم هذه المملكة بوليسك، وعندكم أيضا وعندكم هذه برياسلاف، أيضا تشيرنيغوف يا جماعة، هذه عملنا معها بشكل غريب أو طريقة غريبة، عملنا معها تجارة، عملنا معها تقريبا ميثاق عدم اعتداء، ووافقوا على هذا الأمر رغم أنهم تبع لكييف، تبع لهم، لكن وافقوا على التجارة، وافقوا على ميثاق عدم اعتداء. أوكي. وعندكم هذه المملكة اللي هي روستوف سوزدال، روستوف سوزدال هذه أيضا عندنا معها علاقات تجارية وعلاقاتنا كويسة معها، غريبة والله. لكن زي ما تشوفوا يا جماعة، بعد ما ننهي أمر الفاطميين حنرجع إلى أوروبا ونحاول نفتح جبهة ممكن حتكون في الشرق هنا. فحنشوفوا يعني هل الممالك الأخرى هذه اللي مبسوطة منا وعاملين معها تجارة لكن هي في الأساس تابعة لكييف، هل تستاء من هذا الأمر وتعلن حرب علينا من جديد أو لا؟ فخلينا نشوفوا حاليا جيوشنا. طبعا زي ما شفتوا يا جماعة في آخر حلقة سيطرنا على كل الأراضي الفاطمية التي تطل على البحر الأحمر. فخلينا نشوفوا اتجاهنا الجديد فين يا جماعة. اتجاهنا الجديد تقريبا يا جماعة حنمشوا لي مرسى مطروح. هذه مرسى مطروح، طبعا هنا مرسى مطروح، وهنا بنغازي، وهنا اللي هي سرت، وآخر شيء اللي هي طرابلس. في الوسط أيضا فيه مرزق، وهنا توجد بلما في الأسفل. يعني بما أن احنا حنستهدف كييف، خلينا نبعث جاسوسنا إلى كييف. شو رأيكم؟ أعطوني كييف، هاتوا جاسوس هذا نبعتوه إلى كييف. يعني نجهزوا الأوضاع من الآن، خلينا نمشوا مع البحر. البحر ديما أسرع يا جماعة، مختصر. هنهجموا على مرسى مطروح. طبعا عندنا يا جماعة حاليا الجيوش المرتزقة
المستأجرة عاملة شغل رهيب، شاغلة الفاطميين بشكل كبير، وأيضا داخلين فيهم حتى يا جماعة داخلين فيهم حتى المرابطين، داخلين في الفاطميين. هاي شوف 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 المرابطين، شوف واو. كانوا ناويين يحاصروا بنغازي، حاليا بيحاصروا بلما هادي. وي 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 عندهم مطامع كبيرة يا جماعة المرابطين. يلا 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 حاصر ما سنطور، نشوفه هل يكفي جيش واحد لمحاصرة هذه المدينة. حاصر حاصر يعني تقريبا مش قوي، خلنا بعد مع الجيش تاني. جميل. A rebel army is besieging one of our towns. ماكوريا. أوكي ماكوريا تطلب التجارة، صحيح. إحنا ماكوريا جماعة، ماكوريا في الحلقة السابقة جعلناها تبع لنا، تبع لنا بعد ما عملنا معها سلام، ومن شروط السلام إنها تكون تبع، لكن ما عملناش تجارة. هم حاليا يطلبوا التجارة. أوكي نطلب التجارة، نعمل تجارة معهم. جميل جميل. هذا الجاسوس يا جماعة عنده مهمة اللي هي بحث على جواسيس في داخل مملكة فلسطين، نشوفه. طبعا في بعض الثورات دائما تخرج ثورات يا جماعة. أنا وضع جيشين حاليا يعني في هذه المنطقة اللي ما زلنا ما سيطرناش عليها بالكامل، لأنها زي ما تشوفوا ما زلنا ما فكناش عليها الإضراب، فطبيعي أنها تخرج ثورات في هذه المناطق، فخليت جيشين هنا يتعاملوا مع هذه الثورات، وباقي جيوش حنوجههم للأراضي الفاطمية. طيب يا سلام، اشتباكنا مع هذه الثورة هنا اللي في الأساس سيطرت على هذه المدينة يا جماعة، على هذه المقاطعة اللي هي مقاطعة سوبا تقريبا، وأصبحت المقاطعة تابعة لنا، تابعة لنا. كويس ممتاز، خلنا نعوض القوات اللي استطعنا نعوضوهم. كويس، جيوش مستأجرة زيادة وزيادة وأكثر وأكثر، عندنا جيوش مستأجرة يا جماعة بالهبل. أوكي طبعا بدأ الاشتباك في مرسى مطروح، والغلب علينا طبعا، احنا اللي متفوقين. My lord, we failed to uncover foreign spy activity. طيب ما لقيناش جاسوس في المملكة. يا سلام يا جماعة، شوفوا عندنا جاسوس وصل لي كييف، وأيضا عنده مهمة لرشوة اللي هو تاجر وتجار كييف. خلينا نقوم بهذا الأمر. Our spy had to escape the clutches of our enemy as soon as he'd completed his task. The jihad has ended. ايوه الجاسوس يا جماعه اللي مفروض يرشي التاجر في كييف اكتشفوه وتم فضحه وهرب من كييف. يا خساره خساره والله. طيب مش مشكله مش مشكله، تعالي تعالي يا جيوشنا، تعالي تعالي مع البحر، تعال انت. A foreign loyalist rebellion. هنهجم على بنغازي يا جماعة. يلا يلا يلا. نهجم. نهجم على بنغازي. شوف المرابطين بياخذوها قبل. يلا يلا. يلا يلا. خذها. لا. لا 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 لا. لا خذوها لو غاد. كيف در كيف دخلوا الشواطئ؟ كيف ذهبوا للشواطئ يا شيخ يا شيخ. لا 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 تعال تعال جو لتريبولي، ندخل لتريبولي. يا سلام أخذنا مرسى مطروح. طيب جميل جميل جميل. تعال هنعوض القوات. الله 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 الله. هذه الجيوش الفاطمية أصبحت تخرج في جل قواتها من هنا يا جماعة، من مرزق. yes. من مرزق. on the king's orders. شراك مش اللي سرت. مش اللي سرت. starve them to death. كويس. yes. kill all rebels. سواكين أصبحت يعني تابعة لهذه الثورة. إذا قضينا عليها هذه الثورة يا جماعة حنفك الإضراب بالكامل على هذه المدينة أو المقاطعة. أنا أول مرابطين كيف نتخلص منهم في بنغازي؟ مانيش عارف كيف يا جماعة نتخلص منهم. هل بعد ما يحتلوها نشروها منهم مثلا؟ ندفعوا ثمن مقابلها إذا قبلوا أنهم يبيعوها؟ ممكن ممكن.
عارفين يا جماعة لو تلاحظوا حتى هنا في أوروبا هنا في أراضي للسلاجقة. طبعا السلاجقة شوفوا ياخدين بقعة غريبة يعني سيطروا عليها. أوكي يعني مفيدة بالنسبة لنا لكن داخلين فينا يعني داخلين في أراضينا. أنا منحاول ناخد هذه اللي هي تقريبا 4 مقاطعات هنا تخلي أراضي فلسطين يعني متكاملة وفيهاش مثل هذا التشوه الدخل الغريبة هذه. فلو استطعنا أن نشروا منهم هذه المقاطعات كويس والله. هذه المقاطعة هل يقبلوا أنهم يبيعوها لو مثلا طلب لاند؟ نعم هذه المقاطعة. مش قابلين. اوكي طيب في مقاطعة تانية اللي هي هذه. هل يقبلوا انهم يبيعوها؟ هذه لا ما يبوش يتخلوا عليه. مش راضين يتخلوا عليها يا جماعة. مش راضين. وهذه أوه يا إلهي هذه قابلين أنهم يبيعوها. لكن شوفوا يا جماعة هذه لو أخذناها حتفصل بين أراضيهم يعني حتكون في بقعة لأراضيهم هنا وحتنفصل على هذه الأراضي. لكن شوف شنو طلب مني إن يعني إن نحاربوا اللي هي هذه اللي هي مملكة بولوتسك وندخلوا في اللي هو تحالف دفاعي ضد اليمن. شروط قوية والله و50,000 طبعا 50,000 مقدور عليها لكن باقي الشروط يا ودي صعب شوية. نخلوها فترة من الزمن ممكن يغيروا رأيهم. خلنا نرجعوا الاشتباكات هنا. الجيوش الفاطمية يا جماعة إذا تدخلت في حصار مدينة سرت حتكون مشكلة. نعم تدخلوا تقريبا تدخلوا. تمام نسحبها. دخل في معركة برية. اوكي تعال. وهذا الجيش نخليه يحاصر. Diplomatic message has arrived. Our diplomat has strengthened our bond with another kingdom. اوكي القاهرة تطلب انها تدخل معنا في حربنا ضد الفاطميين. اوكي تعال Our rebel army has been defeated. فكان الإضراب على سواكين يا جماعة بعد ما قضينا على الثورة اللي كانت تسيطر على هذه المدينة. ممتاز. هذه يا جماعة تم الأسر قادة من الفاطميين. تعال نتحصر هنا. أي مدينة هذه؟ اوكي يا جماعة تريبولي نستطيع الان ندخلها نستطيع ان نقتحمها. يلا عندكم المرابطين سيطروا على بنغازي. ريت اوكي ترى نجربوا يا جماعة مرابطين هل يبيعوا بنغازي او لا؟ لاند مش موجودة في الخيارات. شوف يا جماعة نطلبها مش موجودة في الخيارات. الباين ممكن لين يفكوا الإضراب عليها ممكن تقريبا يعني مش عارف. أوكي يا جماعة هذا تقريبا الملك يا جماعة صح الخليفة ملك فلسطين تزوج من المملكة نفسها اللي هي اسمها إيميلي. كويس ممتاز. شوفوا يا جماعة في ثورة سيطرت على اللي هي قفط مدينة قفط هذه التاريخية اللي عملنا عليها معارك كبيرة جدا حق السابقة. سيطروا على المدينة. اوكي تم القضاء عليه وتم فك الإضراب على قفط. جميل. طيب يا جماعة هذا الجاسوس اللي تم كشفه في كييف خلينا نرسله لمملكة ثانية مثلا هذه بولوستيك ولا شيء نسمعه نشوفوا ميزانيتها أو خزائنها. عندها خزائن والله عندها يا جماعة هي أموال. طيب
خلنا بعتوه. نعم اذهب. لعل وعسى يستطيع أن ينجح في الدخول إلى هذه المملكة. يا عيني عليكم يا جماعة. يا سلام وسيطرنا على تريبولي. تريبولي سيطرنا عليها يا شباب. أوكي هذا مهمة يا جماعة. جاسوسنا هيرمان لفتح بوابة سرد. طبعا هيرمان تخصصه فتح البوابات. هالبواب العافن هذا. يلا افتح البوابة. Our queen has given birth to a beautiful princess. ما شاء الله بسرعة جابت يعني أميرة الملكة بشكل سريع رزقت بابنة. Sorry, but I couldn't make إيما it. اسمها أوكي. أوه ما استطاعش يا جماعة جاسوس إنه يفتح البوابة. الفاطميين يطلبوا السلام. لن يكون هناك سلام. يدفع 8400 لا لا نريد. العلماء ما عجبهمش الأمر لأننا رفضنا السلام مع الفاطميين. يا عيني عليك هذا اللي نبي هذا اللي استنى فيه أنا يا جماعة. القيروان طبعا هي كانت فيها إضراب فحاليا سيطرت عليها احد الثورات. اذا هزمنا هذه الثوره يا جماعه حتى يفك الاضراب مباشره. يفك الاضراب مباشره. حاليا يا جماعه الجيوش المستاجره ما عاش عندهم وجهه الا للمقاطعات المتبقيه اللي هي غدامس ومرزق وايضا اللي هي بلما. هادم بس ثلاث مقاطعات. باقي المقاطعات يعني حصرناهم تقريبا. وفيه اللي سيطرنا عليهم. فخلاص وأيضا الجاسوس طلب تقريبا اغتيال هذه الثورة. شوفوا مهمة للجاسوس هل بيغتال هذه الثورة أو لا. نعم اغتالها اغتالها يا عيني عليك قبل حتى أن نشتبكوا يعني معهم. مهام الجواسيس أحيانا دائما يا جماعة لما تخرج الثورات الجواسيس يعطونا في مهام اللي هي اغتيال قادة الثورات هذه. يغتالوهم أحيانا وأحيانا يقوموا بأسرهم فينهوا أمر الثورة بدون أن نرسل أي جيوش أو نعمل أي أمر معهم اشتباك مسلح. شوفوا هنا يا جماعة الجيوش المستأجرة حاصرت غدامس لكن خليني نتأكد من حاجة واحدة يا جماعة. اللي محاصر الجيوش المستأجرة والله جيوش المرابطين. أوكي جيوش المستأجرة تمام ومعاهم يعاون فيهم المرابطون. أوكي أصبحت حرب برية يا جماعة على سرد. كويس خارج الأسوار يعني بما أن نقول برية يعني خارج الأسوار فهذا تسهل علينا الأمور بسرعة. هذه سرد يا جماعة وسيطرنا عليها. يا عيني عليكم يا عيني عليكم يا سلام يا سلام. Our spy's plan failed and he was imprisoned. Our merciless armies have left an enemy settlement to burn. Oh, لا 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 أن تظل أنشطة الجاسوس هيرمان مخفية عن الفاطميين وبعد مطاردة طويلة تمكنوا من اكتشاف جاسوسنا. تم سجن الجاسوس هيرمان عند الفاطميين. واو واو هذا ما كنتش متوقع الصراحة. دقيقة بس طبعا فيه محاولة هنا لجعل هيرمان يهرب من السجن لكن المحاولة هذه نسبة نجاحها 35%. نسبة ضعيفة جدا جدا. مشكلة والله مشكلة. فشل ما استطاع عشان يهرب. والله ما استطاع. يائس مسكين يائس. يعني ما فيش حل حاليا إلا أن نضعف الفاطميين أكثر وأكثر. خلاص يعني ما زال لهم ثلاث مقاطعات. يا إما نقضي عليهم مباشرة. لا مش ثلاث مقاطعات أربع. وات العالم تم قتله يا جماعة. ليش تم اغتياله والله كيف والله شن صار. ليش العالم تم اغتياله من اغتاله. وللأسف هلك العالم أو الباحث. وللأسف تم العثور على ميتا في حفرة بالقرب من الطريق. وعند سؤالهم أفاد القرويين المجاورون أنهم رأوا شخصية مقنعة في المبنى جاسوس للعدو بلا شك.
أوه. يا إلهي يا جماعة، والله هذه ما كنتش متوقع، كنتش متوقع. طيب خلينا نستبدله بعالم تاني. هذا تاجر عالم تاني. أهلا. The most wise decision, sire. Thank you, my lord. I'll use my skills for good. Thank you, my lord. I am closer to God now. Knowledge is divine. I feel enlightened now. كويس. شو رأيك نضعوه هذا العالم في روما؟ يكون مسؤول عن روما، شو رأيكم؟ I will govern in accordance with the ways of God. Sire, some of your subjects have pledged loyalty to another kingdom. Okay, سواكين ولاءها أصبح لمكة. Awful news, my lord. Okay. Our knight was executed. We have angered our nobility. Our scouts have spotted a mercenary camp. جاسوس هيرمان أيضا تم قتله. يا إلهي. وصار والله جاسوس هيرمان يا جماعة. تاريخ طويل ومشرف والله، تاريخ طويل ومشرف، يعني عمل عمايل ومهمات، لكن يعني هذه دائما لكل بداية نهاية يا جماعة. أوكي نضع جاسوس آخر. أوكي خلينا نشوفه وش نعطوه. Sire, you are the wisest ruler in the world. Oh yes, teach me more of that. I learned a new trick or two. Okay. The time hasn't come. I am superior. Sire, you are the wisest ruler in the world. No trouble will come out of this city. طيب. طيب. مات لنا عالم ومات لنا جاسوس. يعني أوضاع مضطربة جدا، مضطربة جدا. We found a spy, but he got away. What؟ قال لك تم الكشف عن جاسوس اسكتلندي. سيدي لقد اعترضنا كمية كبيرة من الذهب مخبأة في شحنة من التفاح. بلا شك كانت رشوة مقصودة لأحد فرساننا، وكل الأدلة تشير إلى جاسوس اسكتلندي. نجا جاسوس من القبض عليه. اوكي اوكي هذا جاسوس من اسكتلندا مبعوث. ليش اسكتلندا؟ طبعا اسكتلندا يا جماعه تابعه لنا يا جماعه، تابعه لمملكه فلسطين. دمشقيين يريدون الانضمام الى حربهم ضد الفاطميين. اوكي تعالوا. هذا وانت فكرتوا صح النوع. اسكتلندا ليش يبعثوا جاسوس؟ آه ما فيش ميثاق عدم اعتداء معاهم. أوكي نعمل ميثاق عدم اعتداء. طيب وافقوا. يلا إياكم أنكم تعودوها. وقيل يا جماعة حتى العالم اللي قتل بسبب هذا الجاسوس اسكتلندي، لكن مش مشكلة. يلا يلا نستحمل يا جماعة، نستحمل نستحمل لنحقق الهدف. طيب رزق الملك بولد. الولد هذا يا جماعة مهارة الأقوى في التجارة، هذه أقوى مهارة عندي. خلنا نعملوا احتفال يا جماعة حتى نحسنوا آراء الفلاحين. الاحتفال بيكلف 10,000. شوف 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 كم عندنا. هنا يا جماعة صايرة حرب خارج الأسوار على اللي هي غدامس، طبعا بقيادتنا، بقيادة قواتنا المستأجر، ومعانا المرابطين يساعدونا في الحرب. هو سيطرنا عليه، سيطرنا عليه يا عيني. الله. وأخيرا مسكنا جاسوس، قمنا بالبحث على جاسوس في المملكة فأمسكنا جاسوس. جاسوس جاسوس فاطمي. الله الله، هي البين إن الموسم الخاص للجواسيس عاملين حفلة علينا يا جماعة، عاملين حفلة على فلسطين الجواسيس هادهم. والله يا عاملين حفلة. واحد من الجواسيس من اسكتلندا وهرب، وحاليا يعني قبضنا على جاسوس فاطمي. يا له من أواد. طيب غدامس أصبحت لنا، كويس.
طبعا السيطرة بالكامل صارت بواسطة الجيوش المستأجرة مع المساعدة من جيوش المرابطين. كم تبقت مقاطعة للفاطميين؟ الفاطميين تبقت لهم يا جماعة مقاطعتين. تصوروا حتى المقاطعة هذه الموجودة بين ماكوريا وبين اليمن، هذه المقاطعة الصغيرة سيطروا عليها الجيوش المستأجرة. والله يا جماعة عاملين شغل رهيب الجيوش المستأجرة. شوفوا كمية الجيوش المستأجرة، شوفوا اللي عندنا حاليا. طيب ميزانية ضخمة صرفناها على الجيوش المستأجرة، لكن مش مشكلة ما دام تجيب في الفائدة. فما زال عند الفاطميين يا جماعة اللي هي مرزق وبلما، تقريبا هذه اسمها بلما. وهنا ايضا جيوش مستأجرة تحيط بهم من كل جانب حاليا. فيه شنو هذه؟ اوكي هذه جيوش مستأجرة تحاصر فيهم يا جماعة. هذه جيوش مستأجرة ممكن تنضم معهم جيوش اخرى، ممكن يساعدون المرابطين ايضا في هذه المدينة. بين المرابطين يا جماعة هذا الجيش بيسيطر على بلما، وفيه جيش فاطمي يلاحق فيه. موضوع والله. طامعين المرابطين في أراضي جديدة هنا. أوكي تريبولي نفس القصة يا جماعة، نفس القصة، سيطروا على مدينة تريبولي اللي هي الانقلابيين سيطروا على تريبولي، نهزموهم كلنا. فاطمين يطلبوا السلام. لا ممنوع. يلا الباتريرك مرة تانية يا جماعة توفى، أحد منهم نختاروه. أوكي الاثنين يعطونا اللي هو استيبيليتي، ميزتهم 10 زائد 10. اوكي ناخذوا هذا يا جماعه. الجيوش حاليا يا جماعه تحاصر في بلما، اخر مقاطعه للفاطميين. كل الجيوش متجهه، شوف كل الجيوش المستاجره متجهه الى هناك الى بلما، وفي ايضا جيوش تحاصر في اللي هي مرزق وحبل على الجرار، يعني زي ما يقولوا. وهنا لو هزمناهم هنا تريبولي أصبحت حرة. تريبولي يا جماعة أصبحت يعني مفكي الإضراب عليهم. هل نساعدوهم في حصار بلما ولا نساعدوهم في حصار مرزق؟ نساعدوهم في حصار مرزق يا جماعة. جميل 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 جميل. في عندنا هنا ايضا ثورة سيطرت على مرسى مطروح. اذا هزمناها تكون لنا مرسى مطروح. تعالوا في صفقة تجارية يا جماعة هنا نربح منها 75,000. يلا امسكوهم قبل لا ينزل البحر. هم الباين انهم يحاولوا يتجنبوني يا جماعة. شوف يلا اشتبكنا معهم. دخلنا معهم يا جماعة في مرزق متفوقين في المعركة. اوكي عندك هنا القوات المستأجرة فشلت في السيطرة على بلما. حاليا بلما ما زالت زي ما هي. اوكي مش مشكلة. تعال. We've spotted mercenaries. انزل البحر. في جيش يا جماعة من ثورة سيطرت على غدامس، شوفوا وهي متجهة إلى القيروان. خلينا نشوف مع البحر. أمسكنا هذا الجيش الخاص بالثوار أو الانقلابيين، لو هزمناه حنفكوا الإضراب على غدامس. كويس ممتاز. قواتنا شغالة في مرزق ممتاز. فيه أيضا جيوش مستأجرة يا جماعة حاصرت بلما من جديد، وفي أيضا في قوات هاي البين أنها تنضم لهم. نعم تنضم. كويس ممتاز. هنا أيضا يا جماعة اللي هي مرسى مطروح بعد هزيمة الثورة فكينا الإضراب على مرسى مطروح. كويس فكينا الإضراب على غدامس. يعين عليك
في أيضا هذه المقاطعة يا جماعة مقاطعة الدخلة تقريبا أيضا خرجت ثورة وسيطرت على هذه المقاطعة. ثورة هذه أيضا لو قضينا عليها حنفك الإضراب. طيب ندخلوا في حصار بلما يا جماعة شوفوا جميل. مرزق شنو وضعها؟ اقتحمناها. لا مش اقتحمناها، أصبحنا نحارب خارج الأسوار. أوكي حسمت معناها المعركة لصالحنا. تمام وسيطرنا عليه. جميل يا جماعة جميل جدا. وهذه مرزق وسيطرنا عليه. لم يتبقى للفاطميين إلا وين الفاطميين؟ قولوا لي وين. Plundering our settlement, my lord. سيطرنا على هذه يا جماعة. دخلة. شوفوا الجيوش. الجيوش يا جماعة انحصرت بالكامل في داخل مقاطعة واحدة حاليا. هو عدو واحد الفاطميين وخلاص. دارت عليهم الدوائر. أوكي السلاجقة يريدون أو يطلبون ميثاق عدم اعتداء. أوكي. عاملين حفلة هنا على الفاطميين يا جماعة. هيلا 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 هيلا. وي هذه كلهم مرتزقة يا جماعة، كلهم مرتزقة. شوف خلاص ما عادش عارفين وين يتجهوا خلاص كل شيء أحرقوه دمروه مسحوه. فقط أصبحت فيه يوجد إلا قلعة واحدة حاصروا فيها وقلعة دفاعية حاصروا فيها. خلاص انتهى كل شيء. Are you in need of my counsel, sire? Bless you, my lord. شوف يا جماعة العالم الجديد لما عيناه أصبح يشتغل عندنا المعدل الخاص بفك الإضراب. شوف شوف الجلتش يعني انتهى. طيب اوكي ممتاز. Disorder has ceased in one of our provinces. جميل فك الإضراب. نفك الإضراب حاليا على مرزق. المرابطين يا جماعة فكوا الإضراب على بنغازي. هل أصبح بالإمكان أن مثلا نشتروها منهم أو لا؟ طلب لاند. لا ما يبوش يبيعوها. بيبيعوا فالنسيا وبيبيعوا ليون لكن بنغازي لا. ليش؟ مانيش عارف. ممكن اذا يعني خلاص عجزنا وما استطعناش مثلا ناخذ منهم هذه بدون ما نعلن عليهم الحرب، نبعثوا لهم جاسوس ونحاولوا نرشوا مثلا قائد من القاده او من الشخصيات يعني اللي في الدوله ونخلوه يعمل انقلاب، لكن بشرط انه يكون انقلابه في المقاطعه اللي هي بنغازي هذه اللي احنا نحتاجوها. اذا كان هذا الامر ونجح إذا يعني فكويس نستطيع بعدين ناخذوها منه، يعني نعلن عليه الحرب بعد بيستقل بهذه المقاطعة وناخذوها منه. يلا غدامس. فكينا طلاب على غدامس. يا عيني عليك هذا النبو، هذا هو الشغل. سرت ما زال سرت نسبة النجاح 99. كويس فك الإضراب على سرت. طبعا تكلفة فك الإضراب يا جماعة باش تكونوا عندكم علم 5000 قطعة ذهبية، 740 من اللي هي الكتب، و 1480 من النقاط الدينية. وفكينا الإضراب على سرت. جميل هذه الكلام. هذه يا جماعة الشغل اللي نحتاجه حاليا. المهمة الصعبة اللي هي نشر الإسلام. شوفوا عندنا ممكن 10 يعني مقاطعات أو مدن تحتاج نشر الإسلام. يلا خلي يبدأ الشغل. طبعا شوفوا يا جماعة المدن حاليا كل مدينة نعرف الاستقرار هل هي مستقرة او لا. حاليا عندك تريبولي مستقرة، إغدامس مستقرة بشكل كبير، صفقة تجارية هذه يا جماعة بتربحنا 176,000. يلا عندكم القيروان. لا استيبيليتي يعني نازل. سرت كيف كان عليها اضراب محتاجه وقت. اوكي مرزق ناقص 3. اوكي قريب يعني يتعدل الاستيبيليتي او الاستقرار. عندك مرسى مطروح وفيها الاستقرار يا جماعه سيء جدا.
اسكندرية فلسطين. ربحنا صفقة تجارية يا جماعة، شوفوا عندنا 170,000. اوكي Our armies are ready to assault an enemy town. مستعدين للاقتحام يا جماعة، اللي هي بلما هذه، المقاطعة هذه. خلنا ندخلوا لها وننهوا أمرهم الفاطميين نهائيا نهائيا. يلا شويتين يا جماعة، خلاص. و أوكي. وي وي يا جماعة، وي وي، والله إلا ضربة قاسمة. شوفوا يا جماعة، جميع الجيوش المستأجرة أصبحت بدون يعني أي مهمة حاليا، خرجوا من الاتفاق بيننا وبينهم مقابل إنهم يدخلوا معنا في المعارك. خلاص ماشي عندنا معارك، ماشي فيه، ممكن معارك مع الثوار فقط. طيب يا جماعة، هذه هي أراضي الفاطميين. الفاطميين انتهوا تماما من الوجود، لم يعد هناك فاطميين في هذا العالم، انهيناهم. وباش يكون في علمكم، طبعا السبب اللي خلانا نحارب الفاطميين ونسيطروا على أراضيهم أنهم كانوا يقوموا بطعننا في الظهر لما كنا نعمل في الفتوحات في وسط أوروبا. هنا كانوا يهاجموا فينا ويحاربوا فينا ويعملوا في مشاكل في أراضينا ومقاطعاتنا، فكان لزام علينا أن نرجع نوقف الفتوحات في أوروبا ونرجع للفاطميين ونستولي على أراضيهم. يعني ما عاش عندنا يا جماعة، ما عاش فيه مجاملة، يعني ما عاش نبو نجامله يا جماعة، ما عاش نبو نجامله. كل مرة بنجامله دولة، يعني إذا كانت صديقة أو إذا كانت يعني مسلمة نجاملوها ونحاول نعمل معها سلام، ولا نحاول مثلا نهزموها في بعض المعارك ونخلوها تقبل السلام مقابل انها تكون تابعة لنا وبعدين تنقلب علينا. لا لا لا، خلاص حاليا سيطرة على جميع الاراضي، جميع المساحات هذه حاليا مباحة لمملكة فلسطين او امبراطورية فلسطين. حاليا هنغير الجبهة مباشرة الى شرق اوروبا اللي هي كييف وما يليها من الممالك، هذه حنتجه إليها بجيوشنا. لكن أول شيء خلني نضبط قليلا يا جماعة الاستابيليتي ورأي النبلاء ورأي القادة العسكريين وما إلى ذلك. في أيضا بعض الثورات تخرج هنا وهناك، لازم نضمن أن ما يصيرش شوشرة كبيرة. طيب خلينا نعوض أول شيء قواتنا، خلينا نتجه جميعا يا جماعة مباشرة إلى أوروبا، إلى هنا. يلا كل الجيوش، كل الجيوش تتجه إلى هنا. يلا عندنا جيش هنا أيضا، عندنا جيش. أوكي طبعا بالنسبة للثورات عندنا أصدقائنا اليمنيين تقريبا يساعدوا فينا في الهجوم على الثورات. المرابطين ايضا نطلب منهم يساعدونا في محاربة الثورات. اوه يطلبوا 10,000. اوكي يلا حارب الثورات. يلا القاهرة قبلوا ايضا يحاربوا. اوكي ممتاز، يعني حتى ما يسببوناش مشاكل في هنا في الأراضي، لأن خلاص إحنا ننتقل بجيوشنا مباشرة إلى شرق أوروبا. هذه الجيوش الأولى وصلت، أدخلونا إلى هنا. واو واو يا جماعة، شوفوا شوفوا الثورات اللي تهاجم في السلاجقة هذه، من سببها هذه، شن سببها؟ أوه دقيقة بس يا إلهي، هذه يا جماعة الثورات جيوش ولاءها لينا. شوفوا جيوش ولاءها لفلسطين، شوفوا شوف. وي كيف خرجت هذه؟ لا 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 We fight with honor. والله يا جماعة إلا شيء رهيب، شيء رهيب انفجر. هذه مقاطعات طبعا، انا قلت لهم السلاجقه، قلت لهم اعطيناهم طلب يا جماعه، طلبنا منهم المقاطعات هذه، خلي ناخذوها منكم بال يعني بالفلوس، ندفعوا حق يعني المقاطعه هذه وانضموها لاراضينا.
لا ما قبلوش ما قبلوش، وحتى لما قبلوا يعني شرطوا شروط أخرى، يعني حاربوا مملكة كذا ومملكة كذا. ليش ليش يا صلاجق تحطوا أنفسكم في هذا الموضع المحرج؟ خلينا نقول لهم، نعود مرة تانية يا جماعة، نقول لهم لاند اللي هي هذه، وين هي هون نسيت أنا، هذه اللي هي هذه. أوكي أوكي، شين طلب هنا؟ قال لك طلب الدعم في الحرب بين بريفاسلاف والسلاجقة، دعم، وأيضا طلب الدعم في الحرب بين السلاجقة وبلوتسك، وندفع 10,000. ليش يا أخي ليش؟ خليها الطلب هذا مؤجل للسلاجقة، ممكن نعمل لهم الطلب هذا بعدين، لكن خلي أول شيء نمركزوا القوات، أو نقوموا بتمركز القوات على حدود، يعني على طول الحدود مع أوروبا الشرقية، حتى نكونوا مستعدين. تمام، والله عاملين يا جماعة دمار شامل في أراضي السلاجقة. أوه، اشتعلت حرب بين اليمن وبين ماكوريا يا جماعة. اليمن طمعت في ماكوريا، والله كان طمعت فيه. شوف شوف زحفوا عليهم زحف، نفكوا الإضراب يا جماعة على البلمة. يلا أوكي، جت الجيوش السلجوقية وحاست فيهم حوس. حاسد في المظاهرات والله، شنو الثورات هذه المؤيدة لنا، المؤيدة لفلسطين. أوه زادوا السلاجقة يا جماعة، شوفوا شوفوا زادوا تمددوا يا جماعة السلاجقة، والله أخذوا قطعة كبيرة. جميل يا جماعة، شوفوا شوفوا شوف. حاليا وضعنا ومركزنا القوات اللي هي على مشارف أو حدود أوروبا الشرقية، جميع مكوناتها يعني في كل مكان. شوف وضعناه مستعدين للهجوم او اعلان الحرب في كثير من الممالك تابعة لكييف، حنعلن عليها الحرب وحتدخل معها اكيد. تمام، الغريبة في الامر ان الممالك هذه اللي هي المفروض تابعة لكييف صح؟ نعم شوفها تابعة لكييف، الممالك هذه اللي يتحارب فيها، اللي هي يحارب فيها السلاجقة. انا مستغرب كيف كييف، ليش كييف ما هيش ما علتش الحرب على السلاجقة، مانيش عارف. لكن في قائمة الدول الغير موثوقة حاليا وهي مملكة تشيرنيغوف وبوليتسك في قائمة الدول الغير موثوقة او الممالك الغير موثوقة، لكن في اعتقادي انه حيعلنوا عليها الحرب، مش حيفضلوا ساكتين، متأكد انا. وهذه هي يا جماعة المهمة اللي حبيت اني نتمها او نستكملها في هذه الحلقة، اللي هي السيطرة على اراضي الفاطميين وانهاء وجود الفاطميين تماما من هذا العالم. فحنشوفه يا جماعة في الحلقة الجاية ان شاء الله، اللي هو بداية الفتوحات في اوروبا الشرقية، حنستهدف اوروبا الشرقية بالكامل، حندخل فيهم وحنشوف الى وين تودينا الاحداث في هذه المغامرة. عموما اتمنى هذه الحلقة نالت اعجابكم واستمتعتوا بها، وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، والى اللقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.